السلام عليكم. يعاني كثير من عمال القطاع العام والخاص في العراق بعد الاحتلال الأمريكي للعراق سنة 2000 من عدم حصولهم على الضمان الاجتماعي، فرغم سنوات العمل الطويلة تمتنع شركات كثيرة من تسجيل العاملين لديها في صندوق الضمان، ويعزف العمال بدورهم عن التسجيل أحياناً بسبب عدم قدرتهم على تحمل الاستقطاع المطلوب للضمان في ظل انخفاض الأجور والظروف الاقتصادية الصعبة في البلد، وفي النتيجة لا يجد كبار السن من العمال ومن يتعرضون للحوادث أثناء العمل أي ضمانات أو حقوق تعينهم على تحمل مشقات الحياة بعد فقدانهم القدرة على العمل. وفي هذا الإطار نطرح بعض النقاط التي ستخضع للحوار والمناقشة. كيف نظرت الحكومات المتعاقبة وكيف تنظر الحكومة الحالية إلى العمال في العراق؟ لماذا لا يعيش العمال في العراق وضعاً اقتصادياً يليق بهم حالهم حال العمال في الدول المجاورة؟ وهل تجسدت الشعارات التي رفعت بعد عام 2003 إلى واقع ملموس في إنعاش مكانة العمال الاقتصادية والاجتماعية في العراق؟ هذه المحاور وغيرها سنبحثها في برنامج تحت الضوء لهذا الأسبوع الذي يحمل عنوان بمناسبة يومهم عمال العراق بين التهميش وضياع الحقوق. يسرنا أن يكون معنا ضيفا في الاستوديو الباحث في مركز رامان للبحوث والاستشارات شاهو القرداغي. أستاذ شاهو، مرحبا بكم، حياكم الله. تحياتي لكم، مرحبا بكم. أهلا بك. وعبر سكايب رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية علي الصاحب. أستاذ علي حياكم الله. الصوت لم يصل أستاذ. نعم، أهلا وسهلا بكم على أي حال. وقبل البدء ندعوكم لمتابعة هذا التقرير. يمر يوم العمال العالمي على عمال العراق وهم يعانون ظروفاً معيشية واقتصادية صعبة، فرغم سنوات العمل الطويلة تمتنع شركات كثيرة من تسجيل العاملين لديها في صندوق الضمان، ويعزف العمال بالمقابل عن التسجيل أحياناً بسبب عدم قدرتهم على تحمل الاستقطاع المطلوب للضمان في ظل انخفاض الأجور وارتفاع نسب البطالة. لا يوجد إحصاء رسمي لعدد العمال في العراق نتيجة عدم تسجيلهم جميعاً ضمن قواعد بيانات الوزارات الحكومية أو صندوق الضمان، لكن تقديرات عدد من النقابات العمالية تشير إلى وجود نحو 9 ملايين عامل موزعين على القطاع الخاص والحكومي لم يسجل منهم في صندوق الضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل سوى 570,000 عامل فقط، وفقاً لتصريحات وزير العمل. منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 والحكومات المتعاقبة الموالية لإيران لا تولي أي اهتمام لشريحة العمال، فبحسب رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال فإن واقع العمال في العراق مأساوي، فهناك عدم وضوح رؤية لدى أصحاب القرار بشأن حل مشكلة الضمان للعمال بشكل يعينهم على مواجهة مصاعب الحياة وظروفها، وهناك وعود حكومية كثيرة أطلقت لحل المشكلة دون نتائج تذكر. وقد كشف اتحاد نقابات عمال ذي قار عن ارتفاع معدلات البطالة بين القوى العاملة إلى 43%، مشيراً إلى أن العاملين في القطاع الخاص يعانون من تدني الأجور وعدم التزام أرباب العمل بشروط السلامة المهنية. العامل العراقي يرزح تحت مشكلات تراكمية تتمثل بالتمييز وجشع أصحاب العمل، فضلاً عن ضعف القانون الذي ساهم بتهميش العمال وحرمانهم من أبسط حقوقهم بحسب الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق. بينما تشير وزارة التخطيط الحالية إلى أن نسبة الفقر ارتفعت في العراق إلى نحو 35% بسبب التضخم الاقتصادي وانهيار قيمة سعر صرف الدينار، وقد أفادت بأن نسبة البطالة بين صفوف الشباب تتجاوز 20%. إذا لمن فاتته المقدمة والتقرير، نبحث في برنامج تحت الضوء لهذا الأسبوع بمناسبة يومهم عمال العراق بين التهميش
وضياع الحقوق. أبدأ معكم أستاذ شاهو. عمال العراق يتحدثون ويقولون عن أي عيد تتحدثون وهم يعانون من مشاكل كثيرة، عدم وجود ما يضمن حقوقهم. ولكن بعنوان عريض، كيف نظرتم إلى عمال العراق خاصة بعد عام 2003 بعد الاحتلال الأمريكي للعراق؟ بداية تحياتي لك وللمشاهدين والضيف الكريم. حقا اليوم عندما نتحدث عن عيد العمال أو يومهم العالمي أو في العراق أيضا تم الحديث عن هذا الأمر، تم إصدار بيانات وتبريكات من قبل أغلب القادة السياسيين، ولكن هذه الأمور نرى أنها في واد، وحال العمال في واد آخر، في واد آخر. يعني للأسف دائما عندما نقول أن هناك خلل في بنية أي نظام سياسي أو مشكلة في استجابة هذا النظام للشرائح المختلفة داخل المجتمع، نرى أنها لا تقتصر على شريحة واحدة، مثلا الشباب، الأطفال، عاطلين عن الأمل، أن تشمل كل الشرائح يعني. وشريحة العمال هم ضمن هذه الشريحة التي طبعا تعاني يعني يتأثر بالمحيط السلبي الذي يحاط بهذه المنظومة السياسية. في العراق رأينا أن اليوم منذ أن تم الإعلان أنه عطلة رسمية وتم إصدار بيانات حكومية ومباركة ودعم من رئيس الجمهورية لشريحة العمال والدعاء لهم وبأنهم يبنون البلد، الجميع عطل في عيد العمال إلا العمال أنفسهم، إلا العمال يعني عملوا وكانوا يعملون وأيضا تحدثوا وشعروا بالغبن وشعروا بالظلم بأنهم لا يشملهم هذا الأمر، فهذا يعني أن لا يوجد أصلا التزام بهذا اليوم، هو اليوم الوحيد الذي من الممكن أن يستمتعوا بهذا اليوم أو يعتبروه عيدا أو يومهم العالمي. وبالتالي للأسف هذه الأمور جميعها تأثرت عليهم سلبيا، المحيط العام عندما نتحدث عن وجود القوانين أو وجود التوصيات أو التوجيهات الرسمية بحماية حقوقهم، هذه الأمور يجب أن تتبعها يعني بالرقابة ومتابعة جدية من قبل مؤسسات الدولة لمتابعة هذه الأمور، هل سوف تتحقق على أرض الواقع أم هي فقط تكون في يوم واحد. للأسف يعني حتى البيانات التي تتحدث عن حقوق هذه الشريحة هي يعني لا تتذكرهم إلا في يوم واحد وفي بيان واحد، يعني في خلال دقائق معدودة وبعدها يتم نسيان هذا الموضوع إلى سنة أخرى. خلال هذه السنة نحن دائما يعني دائما نسمع حوادث في الإنشاءات في البناء، حوادث كثيرة، تضرر يعني حوادث، وفيات للأسف، حتى أحيانا لا يشكل تحقيق حتى يتم متابعة الطرف المهمل أو تعويض المتضرر من هذه الحوادث، وبالتالي يتم إغلاق هذه الصفحة وفتح صفحة جديدة وكأن شيئا لم يكن. للأسف هذا الجو كان هو الجو الراسخ أو السائد في بعد في عام 2003 تماما. طيب، بدون أي تغيير أو بدون وجود يعني نية حقيقية لإحداث تغيير أو لإقناع العمال في العراق، شريحة العمال، بأن هناك جدية فعلا وأن هناك من يفكر في مصلحتهم ومن الممكن أن يعني يقوم بإحداث خرق داخل هذه المنظومة. سوف نتوقف عند هذه العلامات وهذه النقاط التي أشرتم إليها أستاذ شاهو. أستاذ علي، أجدد الترحيب بكم. ندخل في صلب الموضوع بعد هذه المقدمة الجميلة من قبل أستاذ شاهو القرداغي. وفق إحصائية رسمية صادرة عن اتحاد نقابات العمال في العراق، عدد المسجلين رسميا في العراق ضمن قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 650 ألف عامل فقط من مجموع ربما يقترب من 5 ملايين عامل في العراق في القطاعين العام والخاص. لماذا تم إقصاء ملايين العمال من موضوع الضمان الاجتماعي؟ ما السبب في ذلك أستاذ علي؟ ألو، هل تسمعني أستاذ علي؟ ربما سنعاود الاتصال بكم أستاذ علي، وربما تسمعون أستاذ. تسمعون هل تسمعوني الآن؟ أستاذ شاهو، الطبقة العاملة في العراق كما ذكرتم تعاني من الحرمان وأيضا عدم ضمان الحصول على الحقوق، وأيضا تعاني من موضوع جدا مهم وهي غياب فرص العمل خاصة بعد عام 2003. ولكن السؤال هنا، هل الحكومات المتعاقبة عاجزة عن توفير الحياة الكريمة للعمال، أم أن تراه أن ربما يكون الأمر مقصود من قبل الحكومات المتعاقبة؟
طبعا يعني من المفترض على دولة مثل هذه الدولة وخاصة بعد 2003 أيضا مع توفر العديد من المميزات، منها إيرادات بيع النفط، منها المساعدات الدولية. إذا تذكرنا كان كل سنة يعني يكون مؤتمر دولي لمساعدة العراق وجمع الملايين من الدولارات وإرساله للعراق، وهناك دول أخرى ترسل المساعدات، وأنت لديك إيرادات النفط وإيرادات الداخلية والضرائب، يعني كان هناك بالإمكان يعني إحداث الكثير من الأمور، سواء في البنية التحتية، سواء الخدمية، سواء تحسين وضع المواطن العادي. يعني المواطن أيضا، يعني شريحة العمال أيضا هم جزء من المجتمع، فأي تأثير إيجابي داخل المجتمع يؤثر عليهم بصورة إيجابية. ولا أتوقع أنهم عجزوا عن القيام بهذا الأمر، لأن في حال وجود نية حقيقية أو إرادة حقيقية فإن الأدوات موجودة لتحسين الواقع المعيشي أو لتحسين ظروف هؤلاء العاملين، وفرض شروط على أصحاب العمل بحيث يتم حماية حقوقهم ويتم ضمان هؤلاء العمال، وأيضا يتم تعويضهم في حال تضرروا. وهذه الأمور أمور ممكنة، هذه الأمور لا تتطلب أحيانا حتى مورد مالي، بل تتطلب شجاعة من قبل الدولة، لأن الأطراف التي تقوم بتشغيل هؤلاء هي تستفيد، وبالتالي هي عليها أن تلتزم أيضا بواجباتها. ولكن للأسف عندما لا تكترث الحكومة أيضا صاحب العمل لن يفكر بهذا الأمر. لماذا يعني يدخل في موضوع أصلا الدولة لا تكترث به؟ وللأسف يعني لا يمكن ترك هذه المواضيع المهمة لضمير صاحب العمل، صاحب العمل أو صاحب المؤسسة أو صاحب الشركة. يعني الضمير يعني هو أي صاحب عمل عندما لا يكون هناك قانون يضمن حقوق العمال من قبل الحكومات المتعة من قبل الدولة بشكل عام، فهو لا يكترث. لا يكترث تماما. نعم. لأنه الضمير لا يصح دائما، فلهذا الأمر تشكل خلل حقيقيا للأسف بخصوص هذه النقطة. أستاذ علي مرحبا بكم، هل تسمعوني الآن بشكل واضح؟ نعم أسمع. عدد العمال المسجلين رسميا ضمن قاعدة بيانات الضمان الاجتماعي لا يتجاوز 650 ألف عامل من مجموع ربما يقترب من 5 ملايين عامل في القطاعين العام والخاص. لماذا تم إقصاء ملايين العمال من موضوع الضمان الاجتماعي؟ ما سبب في ذلك برأيكم؟ سلام من الله عليك وعلى الجمهور الكريم، وتحية إجلال وإكرام إلى الطبقة العاملة والكادحة التي ناضلت ولا زالت تناضل من أجل لقمة العيش الكريمة والنظيفة. حقيقة أنا أوجه يعني أوجه للأخوة المستمعين والضيوف الكرام نبذة عن عيد العمال العالمي، كيف بدأ في العام 1886، بدأ بالتظاهرة الشعبية في ولاية شيكاغو الأمريكية، وهكذا كانت أمريكا التي تدعي الحرية كيف كانت تقبع هذه الطبقة الفقيرة المسحوقة عندما طالبت بأن تكون ساعات العمل. تسمع الأستاذ؟ نعم أسمعك. نعم تفضل. لما كانت تطالب بساعات العمل 8 عمل و8 نوم و8 راحة واستمتاع، وبالتالي قمعتهم بإطلاق النار وذهب يعني ضحيتها كثير من الشهداء، وبالتالي أصبح الأول من آيار عيد عمال عالمي تحتفل به الدول ومن ضمنها العراق، الذي نراه فقط في يوم 1 آيار يقيم الحفلات ويوزع الكيك والعصائر، لكن ليس على العمال لكن على المجتمعين الذين هم أغلبهم من طبقة الأثرياء. حقيقة الأمر العامل العراقي يعاني الأمرين، فهو من جهة محروم من كل حقوقه بما فيها الضمان الاجتماعي وأيضا الضمان الصحي. يعني احنا ما ننسى مو فقط الضمان الاجتماعي، هناك يفترض ان يكون للعامل ضمان صحي، هناك يفترض ان يكون له راتب تقاعدي. الو تفضل اسمعك. وبالتالي اليوم نقابات العمال انا اراها شبه عاجزه بل مشلوله تماما، لانها لم تقدم ما يحتاجه العامل العراقي. الطبقه السياسيه في العراق طبقه اقوال وليست افعال، وبالتالي هي لا تريد أن تضم هذه الشريحة الكبيرة كما ذكرت حضرتك، ربما أكثر من هذا العدد، لكنها تنظر لهم ربما بعين أخرى، بعين الاستهزاء، بعين الاستراء، لأنهم لا حول لهم ولا قوة، وبالتالي لا يوجد حقيقة ممثل لهم حقيقي. كانت نقابات العمال لها حضورها، لها مكانتها، أما الآن وربما تلاشت وسط هذه المعمعة السياسية، وأصبح العامل كما قلت يجابه الأمرين، هو من جهة يعاني من
سوء ما تقدم له الدولة، ومن جهة أخرى يعاني من سلطة أرباب العمل وربما المكان اللي يعمل به، وبالتالي عدد العمال وإن كان كبيراً لكن أنا على يقين بأن أغلبهم مهمشين، لا يوجد دعم لهم حقيقي، ليست هناك جهات ترعاهم، بل حتى ربما مستقبلهم مجهول، لأنه عندما تقع إصابة أثناء العمل لا توجد لا جهة حكومية ولا حتى نقابية تدعم هذا المسكين الذي قد يكون طريح فراشه. الواقع السياسي للأسف الشديد خاصة بعد عام 2003 انعكس سلبا على الطبقات الفقيرة، مثل ما انعكس إيجابا على طبقة النبلاء والأثرياء الذين ربما يكون أغلبهم من الساسة أنفسهم ومن أصحاب رؤوس الأموال، وقد يكون جزء من السباسرة الذين يعملون تحت وصايتهم. طيب، بالتالي هذه الأعداد الكبيرة يفترض أن تكون مسجلة ومشخصة لدى الدولة حتى تشملهم بالرعاية الاجتماعية، بالرعاية الصحية، بالتقاعد يفترض أن تكون، كانت في السابق حتى العامل الذي يعمل في قطاع الخاص يؤسس له راتب، يخصص له راتب بعد أن يبلغ السن القانوني. أما الآن وبصراحة أقولها سيد الكريم، تسمعني أستاذ؟ نعم أسمعك، تفضل. إلى حين يعني معالجة الصوت أنتقل للأستاذ شاهو القرداغي. أستاذ شاهو، هناك فئة كبيرة من العمال يتعرضون للابتزاز، على سبيل المثال هناك تمييز بين العمال على أساس الولاء العشائري والطائفي والمذهبي وحتى الحزبي. ما غاية وصول هذه المسميات الطائفية المحاصصة الحزبية بين فئة العمال؟ ما الغرض وما الهدف من ذلك؟ طبعا الأمراض الذي انتشرت، يعني التي انتشرت في باقي الشرائح في الجامعات، في لدى الشرائح الأخرى، لدى الموظفين، أيضا دخلت لدى العمال. لماذا؟ بهدف إضعاف هذا الكيان. نعم. يعني كما أنت تفضلت أنه عندما لا يسجل عدد الحقيقي للعمال، وعندما لا يسمح للنقابة بأن تكون لها دور فعلي وحقيقي قادر على التأثير على صانع القرار لتحقيق أو لاستحصال حقوق العمال، بلا شك أن سيتم إدخال هذه الولاءات والخلفيات الحزبية والعشائرية والمناطقية والقبلية حتى يصعب أن يتوحد الرأي حول مطالب المشروع لهذه الشريحة. يعني بالتالي عندما يكون هناك نزاعات ومشاكل و يعني خلفيات عشائرية ومناطقية وطائفية داخل هذه الشريحة، بلا شك أنها ستنشغل بهذه التفاهات، يعني ستنشغل بهذه الأمور الجانبية التي لا تؤثر بأي شيء على مستقبلها أو على مصالحها وحقوقها. وبالتالي هذه يعني للأسف دخول هذه المسميات، دخول هذه الخلفيات على شرائح العمال بلا شك سوف يؤثر على إضعافهم وعرقلة توحدهم أو عرقلة توحيدهم ووقوفهم خلف مطالب واضحة وتشكيلهم ضغط حقيقي على الفاعل السياسي، لأن الفاعل السياسي بلا شك أنه حتى ليس لشريحة العمال عندما يكون هناك مشكلة سياسية وأزمة سياسية نرى أنهم يعني يدغدغون الجانب الطائفي داخل المجتمع أو الجانب المناطقي أو العشائري. نعم. وبالتالي نسيان المطالب المشروعة كما حصل أثناء التظاهرات الأخيرة. ورأينا أن محاولات إحياء الطائفية بدأت من جديد، وبالتالي هذه الاستراتيجية تعمل على كافة الشرائح الأخرى وخاصة هذه الشريحة المهمة، وبالتالي أيضا تؤثر سلبيا على الوضع العمال، تؤثر سلبيا عليهم وتجعلهم يعني يدخلون في يعني مشاكل جانبية هم في غنى عنها للأسف. طيب أستاذ علي، أكثر من 4800 معمل ومصنع رئيسي في العراق ما زال معطلا منذ 20 سنة، هل هدف ذلك هو من أجل بقاء الاستيراد من إيران؟ هل تعتقد أن هذا هو السبب أم هناك أسباب أخرى؟ أستاذ علي تسمعني؟ نعم الآن أسمعك. طيب يعني هناك أكثر من 4800 مصنع ومعمل رئيسي في العراق قد أصبح معطلا عن العمل منذ 20 سنة، هل هدف ذلك هو من أجل أن يبقى العراق مستوردا من إيران من وجهة نظركم أستاذ علي؟ هل هذا هو السبب؟ نعم لهذا السؤال، وهذا طالما أثرنا في لقاءاتنا. نعم. أنا عندي دراسة خاصة بهذا الموضوع، بحدود 50,000 معمل معطل وليس بعاطل. تعرف حضرتك الفرق بين المعطل والعاطل، وربما هي الأجندات السياسية من تضغط أو من تجعل هذه المعامل معطلة
حتى تكون لها كوميشنات في عملية الاستيراد، لا سيما وأن العراق يستورد بحدود 70 مليار دولار سنويا من دول الجوار وخاصة الجارة إيران الذي أصبحنا نحن الرئة التي تتنفس بها. وبالتالي هذه المعامل لو اطلعت عليها سيد الكريم لوجدتها بحاجة إلى دعم بسيط، يعني بعض المعامل قد تحتاج إلى 10 مليار دينار عراقي حتى تعاود عملها، بعض المعامل هي جاهزة لأن تقوم بواجباتها، ولكن هناك كما قلت أجندات تفرض عليها من خلال ضرائب، من خلال لجان الأمانة وغيرها، وتجعلها مشلولة. اليوم حتى السيد السوداني بثورته الصناعية التي يدعيها بأن ستكون هناك تغييرات كبيرة، يجب أن تضع هذه الحلول أو هذه المعرقلات أمامه، لأن الأحزاب والكتل السياسية هي من تضغط أو هي من تجعل هذه المصانع والمعامل معطلة. طبعا من بين هذه المعامل سيد الكريم هناك بحدود 250 معمل أو مصنع، كانت أكبر وأفضل المعامل في الشرق الأوسط وكانت تغطي الحاجة المحلية وتصدر إلى الخارج، لكن اليوم أصبح العراق بلد مستورد، يعني حتى أبسط الأمور على المائدة العراقية قد تتفاجئ إذا لن تجد أي حاجة أو أي تصنيع عراقي. وبالتالي هذه الأحزاب المتهافتة والمتكالبة على المال وعلى الاستحواذ يجب أن تتوقف، وإلا ستكون العملية سواء الصناعية بل وحتى الزراعية في خبر كان. اليوم نعيش حالة من الدوغمائية تتمتع بها هذه الكتل وهذه الأحزاب، وهي لا تريد الخير لوطنها، وهذا من يعني ربما من أكبر الكوارث عندما يكون من الداخل من يحاول هدم بيته. اليوم العامل العراقي أكثر من 5 مليون عامل عاطل، لأنه لا توجد لا معامل مشغلة بل ولا حتى طلب على الأيادي العاملة، في وقت كنا نحتاج إلى عمالة من الخارج حتى تكفي عدد المصانع الموجودة عندنا. أنا أحب أذكر لك، تسمعني أستاذ؟ معك أستاذنا، تفضل. نعم، يعني في مقولة لطيفة للأستاذ محمد الماغوط السوري الجنسية، يقول من الغباء أن أدافع عن وطن لا أملك فيه بيتا، بل من الغباء أن أضحي من أجل أن يعيش أولادي من بعدي مشردين. الوطن حيث توجد مقومات الحياة لا مسببات الموت، وهذا الواقع العراقي المزري بالضبط. فالعامل العراقي أنا على يقين، وهم كثر كما قلت لك، لا يمتلكون مترا واحدا في هذه الأرض الواسعة، ولكن السماسرة والسراق وربما في مطلعهم نور زهير الذي كشفت آخر التحقيقات بأن يمتلك أكثر من 46 عقار في أرقى المناطق في بغداد، أقل قيمة لواحد من هذه العقارات بحدود 30 مليار ولديه أربع مصارف، لأنه متواطئ مع الأحزاب وكتل. لكن بالمقابل الفرد العراقي سواء كان من الطبقة العاملة أو غيرها، أمنيته أن يحظى بخمسين متر ليستطيع من خلالها العيش بكرامة، ولكن للأسف الشديد في هذا البلد قد تباعدت. نعم. عن الكرامة. أستاذ شاهو، هناك من يتحدث أن دور النقابات العمالية أصبح هامشيا وذلك بسبب تأثيرات متعددة، سأستمع إلى الإجابة ولكن دعني أذهب إلى إنفوغراف يتناول واقع العمال في العراق، فلنتابع.
إذن مشاهدينا الكرام، نبحث في هذا الأسبوع من برنامج تحت الضوء بمناسبة يومهم عمال العراق بين التهميش وضياع الحقوق. أستاذ شاهو، دور النقابات العمالية هل تعتقد أنه أصبح هامشيا بسبب التأثيرات السياسية والحزبية؟ أصبح غائبا تماما عن التأثير، وأيضا لا تستطيع أن تفرض على صانع القرار بأن يستجيب لمطالب أو لحقوق المشروعة للعمال. وبلا شك أتوقع أن هذا الأمر عمل طبعا ممنهج حتى يتم إضعاف وتجريد هذه النقابات من قوتها. نعم. لأنه في حال استطاعت هذه النقابات أن تقوم بعملها الرئيسي فإنها سوف تشكل صداع مستمر لصانع القرار، وسوف تصر وتركز وتلح على أخذ حقوق هؤلاء العمال، وأيضا لديها يعني سند كبير عبارة عن ملايين من العمال يقفون وراء هذه النقابة، وبالتالي سوف يكون هناك ثقل للمطالب التي تقوم بطرحها أمام صانع القرار. بلا شك كيف يتم تجنب حدوث هذا الأمر؟ عن طريق إضعاف هذه النقابات أو إدخالها ضمن التصنيفات الحزبية، وتكون يعني كل نقابة أو كل جهة تابعا لطرف سياسي يقوم باستغلاله، يقوم باستخدامه لمصالح انتخابية. نعم. لمنافع حزبية إلى آخره، وبالتالي تم تجريد هذه الجهات. للأسف هذه الجهات التي من المفترض أن تقوم بلعب دور إيجابي أو لعب دور لاستحصال الحقوق المشروعة للعمال أصبحت لديها دور سلبي، يعني أصبحت حتى هي لا تستطيع أو هي عاجزة عن أن تمثل أو تتحول إلى الصوت الحقيقي. يعني نحن نعلم أن هذه النقابات من المفترض أن تكون هي صوت العمال، وهي تكون حلقة الوصل بين العامل وأيضا بين الأطراف الأخرى التي تستطيع أن تقرر وتنفذ وتتابع وتراقب يعني المؤسسات سواء بالقطاع العام وبالقطاع الخاص. نعم. وبالتالي تؤثر إيجابا على العمال، لكن للأسف هذا الأمر لم يحصل. يعني ما حصل إضعاف هذه الكيانات حتى يكون هناك يعني انقسام بين هذه الأطراف أو توزيع مثل يعني مبدأ المحاصة أيضا بالضبط. دخلت على هذه النقابات. نعم. وبالتالي هذا الأمر أثر للأسف سلبيا، وإلى الآن لم يتشكل أيضا الوعي الحقيقي بضرورة هذا الأمر. يعني هناك تجهيل لهذه الشريحة حتى لا يعرفوا حقوقهم، وهو يشعر أن المبلغ البسيط اليومي الذي لا يكفي حتى لإكمال يومه هو كأنه يعني كل شيء، وكأن الموارد قليلة، وهو أصبح في نعمة عندما حصل على فرصة العمل البسيطة التي بأجر يومي. يعني هذا الأمر للأسف وهم تم صنعه عند هذه الشرائح حتى يقتنع بما هو عليه، وحتى لا يرفع صوته أو لا يفكر في زيادة وعيه حتى يعني يستحصل حقوقه. وهذا للأسف يعني أثر سلبيا على الشريحة بشكل كامل. أستاذ علي، هناك دراسة تتحدث أن عددا كبيرا من العمال تعرضوا لتهديدات بإنهاء عقودهم أو نقلهم إلى أقسام وأماكن أخرى ضمن ذات المؤسسة، ولكن مقابل الحصول إما على الرشوة أو الولاء. إذا أردنا معالجة الرشوة والولاء، من أي نقطة يكون الانطلاق أستاذ علي؟ نعم، يعني أولا خلينا نكون نتحدث بصراحة، الرشوة منتشرة بالجسد العراقي الحكومي بطريقة قد يعني تصدم من لا يصدم، لأنه اليوم كل القطاعات الحكومية وحتى الدوائر المتخصصة يسودها الرشوة وتسودها الولاءات وتسودها الضغوطات، وبالتالي هذا العامل المسكين الذي لا حول له ولا قوة لا يستطيع أن يجابه رئيسه أو مسؤوله عندما يفرض عليه بعض القرارات أو يفرض عليه بعض الشروط، وإلا سينقل أو يطرد أو يحال إلى حتى مجالس تحقيقية، وكما يقولون يا ناس راحت برجلين لأنه رفض رشوة أو رفض أن يتعامل بهكذا أسلوب بعيد كل البعد عن الأسس الدينية والأخلاقية. وبالتالي العامل ضحية، يعني العامل في العراق يعاني معاناة كبيرة جدا. وتحدث الضيف الكريم حتى نقابات العمال واللي إحنا حقيقة حتى نجهلهم ما نعرفهم لأن ما لهم حضور على الساحة، هم ينتخبون بطريقة تنتخبهم أو ترشحهم الأحزاب الكبيرة، فهي أيضا عملية مسيسة ومتحزبة، وبالتالي العامل ليس له ملجأ يلجأ إليه عند ما يمارس عليه ضغط أو عندما يتعرض للابتزاز، يبقى وحيدا منفردا لأنه لا يوجد دعم حقيقي. وهذا الحال كما قلت لك لا ينطبق فقط على العمال،
واقع العراقي مرير، ربما جمهورية أفلاطون التي وعدنا بها السياسيين قد تحولت إلى جمهورية الخوف، وكما يقول بالمثل العراقي يوم حسين شنت بواحد تحت باثنين. فإذا كنا نعاني أو نتخوف من دكتاتورية فردية، أصبحت الدكتاتورية بالعراق جمعية، وتحولت هذه الأحزاب وهذه الكتل إلى تكاكين إقطاعية لا يستطيع أحد أن يجابهها، ولا يستطيع الكثير أن يتحدث عنها بسوء، لأنه الرأي الآخر مغيب، حرية الرأي مغيبة نوعا ما، إلا من يضع يعني كما يقولون قلبه بين يديه ويقول علي وعلى أعدائي ليتحدث وليكن ما يكون، فهو العمر واحد. لكن بصراحة العامل العراقي يفترض أن لا يكون هكذا حالة، بدليل أن احنا نمتلك مقومات دولة، نمتلك ثروات، نمتلك مصانع، يفترض حتى الراتب، يعني اليوم أنت لو تجي تشوف أقل عامل أو ربما أبسط عامل هم أعمال النظافة ويا مكثرهم، يعني لما يعطى يومية 7000 دينار أو سووا لهم رواتب وعقود على أساس منت عليهم الدولة ووظفوهم راتب الشهري 170 ألف، طيب كيف يقدر يعيش 170 ألف أيها المسؤول الكريم اللي راتبك بحدود 30 و40 مليون؟ وهذا 170 يعني هو قام يكره اليوم اللي صار براتب شهري قد يكون اليومي أفضل، وبالتالي هو مخير بين نارين. لذلك سيدي الكريم التركيبة الحكومية وربما الخارطة السياسية في العراق يعني فيها متاهات كثيرة، ربما تحولت إلى أحجية يصعب حلها. فالعامل وجزء من الموظفين والمواطن البسيط يعاني كثيرا لأنه الحلول مغيبة. يعني أنت اليوم في العراق حالة فردية قد لا تشهدها كل الدول، يشخص الخطأ ولكن لا يعالج، وإن عالج فيعالج بطريقة غير صحيحة غير مهنية، ما تفي بالغرض، يعني يزيد النار اشتعالا. ووصلنا لمرحلة الكل متذمر والكل مستاء، ولكن لا نجد نورا في النفق المظلم حتى نتأمل فيه خيرا. طيب أستاذ شاهو، وضع العمال في العراق، هل تعتقد أنه في هذه المرحلة يجب أن يكون هناك تشريع خاص يضمن حقوقهم؟ ولكن ضيوف الكرام مشاهدينا سننتقل إلى نتناول الآن استطلاع العمال في العراق يتحدثون عن أوضاعهم، فالمتابع معا. والله ماكو قانون يحفظ العامل، والعمل واقف، يعني انت احنا ما ننتهي بالعيد، ما ننتهي بالعيد، الناس عندنا عوائل وعلى باب الله، صح هذا العيد يعني بالسنه حسنه يجي، بس احنا ناس يعني هنا شويه كانيه ماكو، يعني نجي من 5 الصبح نضل هنا للعشار، من 12 وماكو شغل. هذا الموضوع يحتاج لوقفه، يعني ما معقول انه اي عامل مجرد رب العمل انه انتفت الحاجه من عنده خلاص، لازم اكو فد نظام يحد من هذا الموضوع، لازم اكو ضمان اجتماعي يضمن حقوقهم. على الاساس احنا بهذا اليوم وهو عيد العمال نطالب انه يشرعوا لهم هاي القوانين وتكون واقعيا يطبقوها. يعني نشتغل بالعماله، عيد ما عندنا، نشتغل عماله يوم العيد، احنا نشتغل عماله، نخبز الساعه بيش، نخبز الساعه بثلاثه، واسبه الساعه بالوحده. العمال ما لهم حمايه، فصراحه من نطلع مثلا بيوم العمال عطله القى العامل طالع يشتغل، فاحنا يا رب ان شاء الله نتمنى يتفعل دور نقابه العمال، نتمنى اكو تصير يعني اهتمام من الحكومه المحليه كذلك الحكومه المركزيه للعمال، تفعيل النقابات، تفعيل الضمان الاجتماعي، تفعيل المراقبة، بحيث لا يكون العامل يعني مثل ما نقول رقبته بيد رب العمل، لازم أكو فد مؤسسة تدافع عنه. أستاذ شاهو، كما استمعت إلى معاناة العمال، ولكن ربما أصيغ كلمات العمال إلى سؤال، هل تعتقد أن وضع العمال في العراق بحاجة في هذا التوقيت تحديدا وأكثر من أي وقت مضى إلى تشريع قوانين تضمن لهم الحقوق؟ طبعا العبرة ليس فقط بالقوانين، أنا أتذكر عندما كنا ندرس قانون العمل وكنا نقرأ المواد الجميلة والبراقة والتي تؤيد العمال ولصالحهم، ولكن عندما تقارنه بالواقع للأسف ترى أنها غير مطبقة.
يعني العبرة بوجود إرادة حقيقية لتحسين وضعهم المعيشي وعلى أرض الواقع. يعني موضوع القوانين حتى لو يعني نقارن الأمر بالمواد التي تذكر حرية الرأي والتعبير الموجودة في الدستور وليس فقط في القوانين الأخرى، في هرم يعني في قمة القوانين وهي الدستور، ويجب أن تحترم ويجب أن تقدس، ونرى أنها تتحدث عن حرية التعبير ويتم قمع حرية التعبير على أرض الواقع. يعني العبرة ليست فقط بالقوانين بل بمتابعة هذه القوانين وتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع. وما يميز الدول المحترمة من الدول الفاشلة وللأسف يعني التي تعاني من أنظمة هشة وأنظمة فاسدة هي أن الدول المحترمة عندما تصيغ قوانين وتشرع قوانين تقوم بتنفيذها يعني فورا، يعني صحيح. لأن المواطن يكون لديه رهبة من القانون ويعني احترام للقانون لأنه يجده شيئا مقدسا يتم تطبيقه فورا وينعكس على حياته. في العراق للأسف الأمر يعني معكوس تماما، لا أحد يكترث بالقوانين من رأس السلطة. يعني المشكلة الفاعل السياسي عندما نرى أنه يعني في حوادث كثيرة نذكر عندما يصدر مثلا عفو خاص عن تاجر مخدرات فقط لولائه السياسي، نعم. تعلم جيدا أن القوانين لا تطبق بصورة عادلة، لا تطبق بصورة محايدة، وبالتالي تطبيق القانون تنفيذه على أرض الواقع بصورة مساوية هو يعني المحدد الرئيسي الذي يحدد كيفية تحسن الأوضاع المعيشية لهذه الشريحة وانتقالهم من وضع سيء إلى وضع جيد، وبالتالي يكون هناك أمل لهذا الأمر. أما مجرد صياغة القانون مهما كان براقا، يعني هناك مواد دستورية جميلة، هناك قوانين براقة لتتحدث عن حقوق الكثير من الشرائح، ولكن للأسف على أرض الواقع لا تطبق، وبالتالي فقط شعارات، لكن للأسف على أرض الواقع لا توجد تماما. يعني نعم. يتم يعني حتى لو تم صياغة القانون يكون مثل يومهم العالمي، يعني لديهم يوم عالمي وهم لا يحتفلون به، وهم لا يعني لا يعطلون فيه، يذهبون إلى العمل، يذهبون إلى العمل. وبالتالي العبرة عندما تكون هناك دولة قوية، عندما تكون هناك حكومة قوية قادرة على إقناع المواطنين بأن فعلا هي عندما تقرر تنفذ هذا القرار، لا تقتصر على الشعارات. يعني لم يعد هناك فاعل سياسي أو قائد سياسي في بهذه المناسبة لم يطلق التبريكات والشكر والدعاء، خالص الدعاء والدعم الكامل لهذه الشريحة. إذا كان الجميع متفق على دعم هذه الشريحة فمن يستطيع أن يهمش حقوقهم؟ يعني هناك مقولة قديمة يقول إذا كان الرأس نزيها فمن يتجرأ على الفساد. يعني بالعكس نرى أن هذه الأطراف هي يعني تطلق شعارات فقط ل امتصاص العتب والغضب الموجود لدى هذه الشريحة، نعم. وإقناعهم بأن حقوقهم مصانة ومحفوظة، ولكن على الأرض الواقع للأسف لا يوجد خطوات ملموسة. أستاذ علي، قبل قليل وقبل دقائق قال الأستاذ شاهو القرداغي أن دور النقابة غائب تماما عن أي تأثير يمكن أن يستفيد منه العاملون، ولكن من الذي أضعف دور النقابات خاصة بعد الاحتلال 2003؟ من هي الجهة؟ يعني بكل تأكيد العقلية السياسية العراقية تفتقر إلى الجدية وتفتقر إلى حتى العدل إن صح التعبير، وبالتالي كل اللجان وكل النقابات التي تدافع عن حقوق مواطن فئة هي مبعدة تماما، فأما أن يكون بصالح أو بجانب الدولة وأحزابها وأما يكون في الخط الثاني المعادي، وبالتالي بكل تأكيد الناس تسعى إلى مصالحها فتكون هذه الأدوار مغيبة. يعني أنا ودي اليوم أتمنى أنه من خلال برنامجك الكريم أنقل فقرة من الدستور العراقي الذي تكفل للمواطن العراقي جملة من الحقوق، عندما طلعنا عليها قلنا قد جاءنا الخير، ولكن هي مغيبة تماما في أقل من 10 ثواني قال لك إياها. المادة تسمعني أستاذ؟ أسمعك أستاذ، تفضل. المادة 30 من الدستور تكفل الدولة للفرد والأسرة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الأساسية للعيش في حياة كريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم. ثانيا تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم، وينظم ذلك بقانون. أسألك بالله وأسأل جميع من يستمع لبرنامجك
ماذا طبقت الدولة من هذه الفقرة؟ لماذا هذه الفقرة مغيبة؟ أنا دائما أذكرها في جميع لقاءاتي حتى أسمع من لا يريد أن يسمع. أقرار المرئي على نفسه حجة، أنتم من كتب الدستور واعتبرتوه هو الفيصل، من اللي اليوم من العمال اللي وقع من الاسكلة اللي يسموها أو وقع من مكان وتكسر وإجيتوا أنتوا داريتوه؟ حتى المستشفيات الحكومية عاجزة عن استقباله وبالتالي يبيع أجزاء من بيته على مود يتعالج. يعني هاي المغالطات وهاي المناورات هي هكذا تبنى الأوطان؟ الفرد العراقي اللي قدم وضحى وانتظر عسى أن يكون القادم أو عسى أن يكون غد أجمل من اليوم، ولكن وكما يقولون يرجو غدا وغدا كحاملة لا يدرون كحاملة في الحي لا يدرون ما تلد. الكل ينتظر بأن الأمور طيبة وغدا سنكون أفضل. لحد هذه اللحظة نتحدث مع جنابك والموازنة غير مقررة لأن هناك خلافات سياسية لا أحد يلتفت إلى المواطنين. تعتقد أن العامل يحتاج إلى إرادة وطنية مستقلة وقرار وطني من أجل تصحيح الوضع الاقتصادي والاجتماعي؟ تعتقد ذلك في هذه المرحلة تحديدا؟ نعم بكل تأكيد، يجب على الدولة احتضان هذه الشريحة وهذه الطبقة الكادحة. نحن نحتاج اليوم إلى صناعة مؤثرات حقيقية تغير الواقع المتردي، سواء كان في القطاع الصناعي، الزراعي، التربوي، الاجتماعي. هذه مسؤولية الدولة، هذه مو بس مسؤولية حكومة، لأن هذه الشريحة شريحة مهمة وهم كثر، وبالتالي هم حتى لا يكلفون الدولة. يعني هناك من يأخذ أعلى الرواتب بدون أن يقدم خدمة، لكن هذا الرجل يقدم خدمة بعرق جبينه، يضحي بأغلى يعني ثمرات سنين عمره، يخرج من الصباح الباكر ويعود في المساء. ما تبنى العمارات ولا العقارات ولا حتى قصورهم لولا أيادي عاملة. فبالتالي يجب أن نعطي لكل ذي حق حقه حتى يحللون خبزتهم، حتى باكر يكونون سؤالهم أمام الله لا يطول، لأن هذا العامل قد يكون ذمة في رقبتهم، لأنهم أقروا على نفسهم من خلال الدستور ومن خلال هذه الفقرة اللي قرأتها لحضرتك على أن يكون الفرد العراقي يتمتع بحقوق على الأقل، ولكن للأسف الشديد الحقوق مغيبة في هذا الوضع. أستاذ شاهو، لنأخذ تصريح لرئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار دنبوس، يقول بالحرف الواحد ودعني أقرأ لكم هنا، يقول إن عمال العراق يواجهون الكثير من الصعوبات والتحديات، في مقدمتها دخول العمالة الأجنبية والحد الأدنى للأجور وبيئة العمل والإقصاء التعسفي، انتهى الاقتباس. لماذا لا يكون هناك حل ما دام قد شخص الخلل؟ ما الذي يعوقهم عن ذلك؟ طبعا الفساد بالمرتبة الأولى، لأن حتى عندما يكون هناك نية لإيقاف يعني قدوم العمال الأجنبية، هناك عصابات مافيا تقوم بإدخال العمال الأجنبية مقابل دفع مبلغ مالي 1,000-3,000 دولار، وبالتالي حتى لو كان هناك قانون يمنعهم من الدخول، هناك استثناءات لجهات كثيرة تقوم بإدخال هؤلاء العمال و يعملون في العراق على حساب العامل العراقي الذي لا يستطيع أن يجد فرص العمل أو يكون عاطلا يعني خلال السنة في أغلب أيامه. المشاكل الأخرى أيضا عندما يقوم بتشخيصها بهذه الدقة، هذا يعني أن يعني الحكومة والمؤسسات الأخرى أيضا تدرك تماما ما هي الخلل، ما هي يعني جوانب الخلل، ما هي الصعوبات التي تواجه العمال. ولكن للأسف كما قلت، حتى لو كان هناك قرار يفضي بإنهاء مشكلة من هذه المشاكل، مثلا إنهاء العمال الأجنبية أو تقليل أعدادهم داخل العراق، هناك من يقوم بجلبهم بصورة غير مشروعة عن طريق أخذ آلاف الدولارات، وبالتالي يربح على حساب العمال العراقيين داخل العراق. للأسف هذه ما دام هناك هذه الخلايا الفساد المنتشرة في داخل يعني أروقة الدولة بصورة كاملة، حتى لو تم تشخيص الخلل، حتى لو تم تحديد المشاكل التي يعاني منها العمال، حتى لو تم يعني وضع المعالجات بصورة دقيقة، الجانب التنفيذي للأسف يكون هناك خلل فيها، لا يكون هناك متابعة دقيقة ومراقبة أداء هذه المؤسسات حتى نعلم هل هي فعلا يعني لديها جدية لتحقيق هذا الأمر. وهذا ما تسبب بأن
يعني كل سنة في هذا اليوم نحن نتحدث مرة أخرى عن معاناتهم وكأن شيئا لم يحصل، يعني على الرغم من أن هناك من يتحدث بجدية عن الموضوع، هناك من يقول أن المشاكل يجب أن تحال، يجب أن تعالج، العمالة الأجنبية إلى آخره، الضمان، تعويض المتضررين، ولكن للأسف هذه الأمور يعني تختصر إذا لم نقل يوم يعني فقط أسبوع من الحديث والمداولات، وفي النهاية لا يفضي إلى خطوات جريئة مدروسة قادرة على تحسين أوضاعهم يعني على أرض الواقع. أستاذ علي، يعني الكثير من السياسيين الذين جاءوا مع الاحتلال كانوا يعيشون خارج العراق وخاصة في الدول الأوروبية، لماذا هذا الإهمال تجاه العمال ونحن نرى وضعية العمال في الدول التي كانوا فيها وعلى أقل تقدير وضعية العمال في الدول المجاورة، لماذا هذا الإهمال إذن؟ نعم، لأن شخصياتهم مهزوزة، لأنهم لا يمتلكون لا وطنية ولا مهنية ولا حتى ضمير حي، وبالتالي عندما تغير حاله كما ذكرت حضرتك استنكر ما كان يعيشه، بل حتى لا يتحدث عن ماضيه. هناك رجال كبار ويعني ربما خلدهم التاريخ، عندما يتحدثون عن ماضيهم ويفتخرون بماضيهم حتى وإن كان ماضي سيء أو قاسي، ولكن أساس العراقيون عندما يتحدثون عبر القنوات الإعلامية يتحدثون عن بطولاتهم ويتحدثون عن نضالهم وكيف هم من كان لهم اليد الطولة في الإطاحة بالنظام السابق، وأنا على يقين بأن أفضلهم لم يستطع أن يكتب كلمة وهو في المنفى. عموما احنا في العراق يعني تعقيبا على ما قاله السيد الضيف في تشخيص الخلل، نحن لدينا من يشخص الخلل، كل المؤسسات الحكومية تستطيع أن تشخص الخلل ولكنها لا تعالجه. وتعرف لماذا سيدي الكريم؟ لأن المعالجة معناها الإطاحة برؤوس كبار، وبالتالي هم يسعون إلى طمطمة الموضوع حتى لا تفضح الأوراق. طيب أستاذ شاهو، قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 شمل عددا من المزايا التي تضمن حماية العامل العراقي وحقوقه، لماذا لا يتم تعديل القانون وذلك يكون هناك تعاون؟ بحسب خبراء اقتصاديين يقولون يجب أن يكون هناك تعاون بين اتحاد نقابات العمال ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتنسيق مع البرلمان الحالي لإقرار قانون يعين العمال في أخذ حقوقهم، وذلك من أجل إقرار قانون يضمن الحماية وأيضا يضمن الحقوق للعمال في العراق. إذا كانت يعني شخصوا الخلل وأبدوا نوع من الحلول، يعني ما الذي يجبرهم على التقيد بأن يكون العامل العراقي رهين لصاحب العمل؟ طبعا إذا عدنا إلى الوراء قليلا وتذكرنا موضوع تغيير قانون الانتخابات وكيف قرر الكثير من نواب البرلمان السهر ليلا حتى يمرروا هذا القانون، وتحملوا التعب والإرهاق فقط في سبيل هذا الأمر، لأنه مرتبط بمصالح الأطراف السياسية وبمستقبلهم هذا القانون. باقي القوانين إذا لم يكن يعني فيه مصلحة يعني مباشرة لهذه الأطراف السياسية فإنها لا تكترث أو لا تفكر أصلا في تعديله أو إحداث قانون جديد أو الاجتماع أو الاتحاد حول فكرة واحدة لخدمة شريحة معينة من المواطنين. لهذا هو السبب الحقيقي لعدم الاكتراث هذه الأطراف، عدم اكتراث النواب بهذه الأمور، لأنها لا ترتبط بمصالحهم أو لا تمس بمصالحهم الشخصية، وبالتالي هي قضية مرتبطة بحقوق المواطنين أو بحقوق شريحة من المواطنين. وكما قلت يعني حتى لو تم إحداث هذه التغييرات فإنه ليس من المفترض أن تنعكس على أرض الواقع، ورغم ذلك أيضا هناك إهمال لهذا الأمر. هناك يعني أستاذ شاهو، تعقيبا على كلامك وعطفا على ما تفضلت به، يعني رواتب البرلمان أقر في يوم واحد، رواتب البرلمانيين أقر في يوم واحد، بينما القرارات الأخرى التي تمس حياة المواطن العراقي لا تقر في يوم واحد، يهمل ولا أحد يتحدث عنه حتى يدخل في طي النسيان، لأنه لا يمس حقوقهم. ورأينا يعني ما حصل في تغيير قانون الانتخابات والإصرار الكبير
للنواب وبقائهم ليلا في سبيل هذا القانون، هذا الدليل واضح على أن للأسف النائب البرلماني لا يمثل المواطنين، بل يمثل كتلته أولا. نعم. ومصالحه الشخصية. نعم. ومصالحه الحزبية والداخلية والعشائرية إلى آخره، ولكن طيب. لا يمثل الأصوات التي هو يدعي أنها هي التي تسببت بإدخاله إلى البرلمان. طيب أستاذ علي، بدقيقة لو تفضلتم، تعتقد أن وضع العمال سيتحسن في الحكومة الحالية؟ بدقيقة لو تفضلتم بذلك. يعني هذا من باب الأمنية نتمنى ذلك، ولكن من باب الواقع لا يكون يعني ساري مفعولة، باعتبار أن هذه المعاناة قوية وأن التراكمات كثيرة وأن العامل العراقي عانى ويعاني الكثير لأنه يعيش بين نارين، فأما أن يقبل بأقل وأردأ العطاءات وأما أن يفقد عمله لعدم وجود سند له. لكن اليوم وعود السيد السوداني وتصريحاته وربما زياراته لأكثر من مسؤول، واليوم غير أكثر من تسميم مدير عام، ولا تزالت التغييرات، قد تحدث نوعا ما من الانفراجة، ولكن طالما هذه الكتل السياسية والأحزاب مسيطرة على القرار السياسي فلا أظن. أستاذ علي، السوداني يقدر أن يحاسب أو يقصي من هم بدرجة مدير عام أو وزير وهو من داخل كتلة الإطار التنسيقي؟ يقدر يسوي هالشيء؟ هو يتمنى، ولكن لا كل ما يتمناه المرء يدركه. هو اليوم أقال بحدود 275، ما متأكد أنا من الرقم، أو 300 مدير عام ربما. لكن هو شنو المشكلة؟ يعني بدلنا عليه وبعلاوي، يطرد مدير عام من الإطار ويجيبوا له مدير عام آخر. يعني إحنا اليوم لا نستطيع. نفيد الوقت، بس كلمة من عندك حتى أختم إن شاء الله، يعني في نص دقيقة. يعني أنا أقدم تحية للعامل العراقي أولا وأخيرا، وأسأل الله أن يكون هو سنده وأن يعطيه الصحة والعافية لأن يستطيع أن يجلب لقمة عيش شريفة ونظيفة إلى بيته وإلى عائلته. وأتمنى من هذه الحكومة التي صمت آذانها عن قول الحق أن تفتح ذراعيها للمواطن وتعطي ظهرها للسياسي. شكرا جزيلا لأن السياسي. رئيس المركز الإقليمي للدراسات السياسية الأستاذ علي الصاحب، شكرا جزيلا لكم، وأجدد شكري أيضا للباحث في مركز راما للبحوث والاستشارات الأستاذ شاهو القرداغي، شكرا جزيلا على حضوركم. ومشاهدين الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.